كان زملكاوي متعصب وشرط جزائي أنهى حياته هو الفنان محمد التبعي المعروف بكبير الرحمية إبلي. أشهر من قدم دور الصعيدي في تاريخ السينما المصرية، رغم أن معظم نجوم الشاشة العربية على مدار تاريخها قدموا هذه الشخصية، ولكن براعة محمد التبعي وخفة ظله مع شخصية كبير الرحمية جعلته صعيد الشاشة الأول. قصتنا النهاردة عن الفنان محمد التبعي صاحب إفي تعمل إيه يا إبراهيم، تتصرف كيف يا إبراهيم. ولد محمد محمود أحمد أبو شرابة ببورسعيد في عائلة اشتهرت بتجارة الجلود، وتمرد هو على هذه الحرفة حيث عشق الفن واتجه إلى المونولوج وعمل بالمسرح المتجول. التحق كمان بفرقة بيب عز الدين، وبعد كده فرقة بديع مصابني، وأدى شخصية الصعيد الساذج، وهو من مواليد 23 مارس 1907 من محافظة بورسعيد. حافظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز 15 من عمره، وكان والده حريصا على أن يلتحق بالأزهر الشريف، ولكن ميوله كانت عكس ذلك فقد هوى الفن والمسرح. وعندما علم والده تاجر الجلود بذلك الأمر أخذه في عز البرد الشديد إلى دش ماء بارد مع حرمانه كمان من الخروج ليلا، ومع ذلك لم يترك الابن الفن الذي كان يجري في دمه وتحول إلى محمد التبعي الفنان والمونولوجيست. واشتغل كمان مع فرقة فوزي منيب، وبعد كده انتقل زي ما قلنا إلى العمل مع فرقة بيبا عز الدين، ثم فرقة بديع مصابني بعد ما هرب من والده الذي أقسم على أن يحرمه من ثروته الكبيرة وألا يراه حتى الموت. ومن المسرح إلى عالم السينما من خلال المجاميع، إلى أن جاءته الفرصة من خلال مشاهدة المخرج عباس كامل له في سكتش الباشا تمرجي في فرقة شكوكو، فأعجب بأدائه الصعيدي وأسنت إليه الشخصية التي ابتكرها على الورق وهي كبير الرحمية إبلي، حيث كان يبحث وقتها عن ممثل خفيف الظل لدور كبير الرحمية إبلي. ولما قرأها الفنان محمد التبعي أعجب جدا بالدور وأضاف إلى السيناريو واختار ملابسها وإكسسواراتها وكذلك الشنب المميز، حتى جملته الشهيرة تروح فين يا إبراهيم، تتصرف كيف يا إبراهيم. تميزت أفلامه مع خفة ظلها بأنها كانت تهدف للعمل الاجتماعي، وكان فيلم لسانك حصانك مع شادية وكريم محمود وزينات صدقي وفريد شوقي كان يقوم بدور عمدة صعيدي يقوم بجمع التبرعات من أهل قريته لبناء مدرسة لمحو أمية أهل القرية ومستشفى لعلاج مرضى أهل القرية وإنقاذهم من الخرافات التي يعيشون فيها. فما كان إلا أن نجح الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا، وكان يتقاسم معه هذا الدور الفنان سيد بدير في دور ابنه، وأصبح الاثنين معا ثنائي فني في العديد من الأفلام السينمائية مثل أفلام خد الجميل وأنا وحبيبي وعايز أتجوز وخبر أبيض وحضرة المتهم والمقدر والمكتوب. نجاح شخصية كبير الرحمية إبلي جعل مسؤولين الدراما ينقلون هذه الشخصية من السينما إلى التلفزيون، وبالفعل وقعوا عقد لبطولة حلقات تلفزيونية بعنوان مغامرات كبير الرحمية. والنجاح أيضا أسس في الخمسينيات فرقة مسرحية خاصة به تحمل نفس الاسم وطاف بها بلدان كتيرة، وحققت نجاحا كبيرا وكانت بطلتها الفنانة نعيمة الصغير واللي شاركت في أداء الاسكتشات الغنائية معاه، وكانت تملك صوتا جميلا وتضم فرقته عددا من النجوم منها نعيمة الصغير، شكوكو، الكحلاوي، شفيق جلال، أحمد غانم، عمر الجزاوي، السيد بدير. وعلى الرغم أنه أشهر صعيدي في تاريخ السينما المصرية إلا أنه لم يذهب في حياته إلى الصعيد، ولكن كان ليه أصدقاء صعيدة واحتك بهم كثيرا، لذلك أتقن الشخصية وأضاف لها خفة الدم، بل إن الصعيد هو الذي جاء إليه عن طريق الهدايا من الفطير والعسل الأسود كنوع يعني من المحبة، فقد كانت تأتي له هدايا من أكابر الصعيدة في مصر. وكان التابعي زملكاوي متعصبا، وعندما يفوز الزمالك خاصة على غريمه التقليد الأهلي يقوم بتوزيع الشربات على جيرانه وسكان الحي. كان صديق للفنانة ثريا حلمي ودائم الزيارات لها بمنزلها، وهناك شاهد زوجته لأول مرة اللي اسمها عواطف وأعجب بيها وطلبها للزواج، ولكن عائلتها رفضت بسبب أنه كان يكبرها بعشرين عام، وكذلك كان متزوجا من امرأة لبنانية لم ينجب منها وتركها لهذا السبب، ولكن زوجته أم أولاده كانت شديدة الإعجاب بيه وتزوجها ولم تكن تجاوزت 16 عام، وأنجب منها أربعة أولاد ليلى ومحمد وسرية ويوسف. يوسف ده مات وهو عنده 7 شهور. كان إنسانا رقيق الحس يتأثر بكل من حوله، وعندما توفيت والدته حزن حزنا شديدا وتوفي بعدها ب7 شهور. وآخر عمل قدمه هو فيلم دكتور بالعافية بطولة كمال الشناوي وعبد العزيز محمود، وكان في أيامه الأخيرة مرتبطا بعقد مع الفنانة صفية حلمي
اللي عرفت ان هو بيجهز نفسه للسفر مع فايزة حلاوة وتحية كاريوك في رحلة للبلاد العربية، فطلبت منه دفع قيمة الشرط الجزائي، فأصيب بحزن وعاد للوقوف على المسرح، وأصيب هو واقف بجلطة في المخ. انتقل على إثرها إلى مستشفى القصر العيني وقعد هناك 11 يوم، وتوفي في 11 ديسمبر 1964 بعد أن زاره كل أصدقائه في الوسط الفني، خاصة الفنان عبد العزيز محمود اللي كان من أخلص أصدقائه وكان بيسأل عليه باستمرار أثناء فترة مرضه، وكذلك الفنانة تحية كاريوكا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.